الدرس الثالث، هجرة الموحدين الدروز إلى دولة إسرائيل. اسمي ناهدة الحلبي، معلمة في مدرسة مسعدة الإعدادية. تعلمنا في الدروس السابقة عن أركان الوجود الدرزي والتوحيدي. تعلمنا عن مدى تعلق الموحدين الدروز بأرضهم، وعلى مدى تجذرهم بالأرض والتمسك بها. في هوني في عندنا مقولة اللي بتقول هيك، إن فضيلة الارتباط بالأرض والإخلاص لها من أحد أركان الوجود الثلاثة الرئيسية للطائفة الدرزية. فكيف يعقل إذن إن عددا كبيرا من الموحدين الدروز استغنوا عن أراضيهم وقراهم وانتقلوا للعيش في أماكن جديدة وغير مألوفة مع تمسكهم المعروف بالأرض؟ وما هي الأسباب والدوافع القوية التي أدت بهم إلى ذلك؟ مع تعلقنا وتمسكنا بأرضنا، في عند الموحدين الدروز هجرة من موطنها الأصلي لمناطق جديدة، مناطق جديدة بعيدة عن أرضها وعن موطنها. ما هي الأسباب وما هي الدوافع لهذه الهجرة؟ هذا ما سنعرفه اليوم في هذا اللقاء. الأسباب والدوافع للهجرة. الملاحقة على الخلفية الدينية. كلنا نعرف أن الدروز كأقلية مثلهم مثل كل الأقليات في العالم، مروا بأزمات كثيرة وتعرضوا لملاحقة ومطاردة دينية، وهذا ما جعلهم أن ينتقلوا من مكان سكنهم إلى مكان آخر كي يدافعوا عن أنفسهم ويحموا أنفسهم. فكانوا يهربون إلى الجبال ويسكنون في الجبال لكي يذولوا عن أنفسهم. أول سبب اللي كانوا يهاجروا الموحدين دروز بسببه. السبب الثاني هو استبداد الحكام على مر العصور. حكام كثيرة ظلمت الأقليات وضمنهم الأقلية الدرزية. على سبيل المثال علي الظاهر الخليفة الفاطمي، علي الظاهر الذي اضطهد الدروز ونكل بهم على مدار 7 سنوات، وهذه الفترة تسمى محنة انطاكيا، وكانت من أصعب وأشد المحن على الموحدين الدروز في التاريخ. الضائقة الاقتصادية، فكانت الهجرة لسبب المعيشة ولمصدر الرزق بمكان سكنه لا يستطيع العيش أو أن يكتفي ويكفي عائلته، فكان يضطر أنه يهاجر لمكان ثاني بسبب طلب الرزق. أسباب خاصة لكل العائلات الدرزية ولكل العائلات في العالم يوجد أسباب خاصة، خلافات عائلية، خلافات مع أهل القرية، خلافات مع الجيران، أسباب خاصة الذهاب لطلب العلم أيضا، فكانت هذه من أسباب الهجرة. حكينا بشكل عام عن الهجرة بشكل عام عند الموحدين الدروز. بنحكي إسا الفقرة بهذه الفقرة عن الهجرة إلى دولة إسرائيل. هجرة الموحدين الدروز إلى دولة إسرائيل. بدأت الهجرة إلى هذه المنطقة وسكن الموحدين الدروز بها في القرن 11 ميلادي، في زمن نشر الدعوة. كلنا نعرف أنه الدعوة انتشرت بكل أرجاء العالم، الدعاة نشروا الدعوة، دعوة التوحيد بكل أرجاء العالم وكل منطقة بلغتها. وصل إلى هذه المنطقة من أهم الدعاة الست سارة صاحبة الصدق والطهارة رضي الله عنها، والشيخ أبو السرايا غنايم قدس الله سره اللي هو من قرية يركة، وما زال لغاية اليوم له ضريح في قرية يركة والناس تزوره.
في القرن الحادي عشر ميلادي الست سارة عندما أرسلها عمها مولانا بهاء الدين السموقي إلى أقليم وادي التيم لكي تذهب وتلتقي بالموحدين الدروز الذين اعتنقوا المذهب وتشجعهم وتعززهم وترفع من معنوياتهم بعد أن مروا بمحنة سكين التي كانت أن تنقذ أساس التوحيد. فبطريقها إلى إقليم وادي التيم مرقت في هذه البلاد والتقت بالموحدين الدروز وشجعتهم وحثتهم على الدخول إلى دين التوحيد. وفي القرن الحادي عشر انضم كثيرين من سكان هذه المنطقة إلى المذهب التوحيدي، ومن هذا ومن هذا الزمان يوجد بدأت الفئات الدرزية تتواجد في هذه المنطقة منذ ذلك الوقت. الهجرة الثانية للدروز وأكبر هجرة بتاريخ الموحدين الدروز إلى هذه المنطقة هي في زمن الحاكم المعني الخليفة الحاكم الأمير فخر الدين المعني الثاني الذي شجع الاستيطان ونقل العائلات الدرزية من جبال الشوف ومن جبال الدروز إلى هذه المنطقة وأسكنهم على حدود إمارته لكي يحمي إمارته. الهجرة الدرزية من لبنان وسوريا إلى البلاد وأسبابها. هجرة الدروز إلى دولة إسرائيل بعد قيام الدولة كانت لها عدة أسباب. من أسباب الهجرة إلى دولة إسرائيل هي معاملة الحكام لهم، استبداد الحكام كما ذكرنا، رفع الضرائب عليهم، فهذا كان يجعلهم أن يهاجروا إلى هذه المنطقة. دروز لبنان وهجرتهم إلى دولة إسرائيل هو بعد الصراع سببه بعد الصراع بين الموارنة والدروز أعداد متفاوتة وأعداد كثيرة هاجرت إلى الدولة لتعيش بطلب العيش وطلب الرزق. الضائقة الاقتصادية في زمن الانتداب الفرنسي أدت إلى تعدد الهجرات إلى هذه المنطقة في طلب الرزق. خارطة تدل أين يتواجدون الدروز في دولة إسرائيل. رح نعرض فيلم اللي بيحكي عن حياة الدروز في إسرائيل، كيف يعيشون. عدم جاهزية الفيلم نرجع لتكملة شرح الدرس. رح نحكي عن تأثير الهجرة في أسماء العائلات الدرزية. مثل ما نعرف كل العائلات الدرزية اللي ساكنة هون متأثرة بموطنها الأصلي، وانتقل اسم العائلة التي كانوا يطلقون عليهم به إلى مسكنهم الجديد. مثلا عائلة الشوفاني أصلاً من جبال لبنان الشوف، عائلة الصفدي أصلاً من صفد، عائلة الحلبي من مدينة حلب في سوريا، عائلة الشامي في منطقة دمشق الشام، عائلة الغوطاني أي من الغوطة قرب دمشق. فكانوا المهاجرين الجدد أينما حلوا يبقى اسم العائلة مرافق لهم حسب المنطقة والموطن الأصلي الذين أتوا منه.
احكي شغلي اللي هي عن رح نحكي معلومة عن الدروز في دولة إسرائيل. حياة الدروز بإسرائيل قبل قيام الدولة لم تكن كلها هادئة ومزدهرة، فتعرضوا لكثير من العداءات وتعرضوا لكثير من المضايقات، مما اضطرهم أن يتركوا قراهم ودمرت قراهم وانضموا والتجأوا إلى القرى الدرزية الموجودة. بدي انتقل معكم، بما انه ست سارة الداعية التوحيدية هي التي تواجدت في هذه البلاد ودعت السكان لاعتناق مذهب التوحيد، هنطرق لمكانة المرأة الدرزية في دين التوحيد. بما انه الست سارة مشاركة كانت في نشر الدعوة، وكانت تشارك الرجل بصورة فعلية في العمل وأعطاؤها الحق مثلها مثل أي رجل في نشر الدعوة. هذا يدل على المساواة في دين التوحيد للمرأة والرجل والمشاركة الفعلية في كل مجالات الحياة. הם בני אמונת הייחוד אשר התפצלו מהאסלאם במאה ה-11 במצרים. במרוצת השנים הדת נהייתה סודית. אנחנו נמצאים באחד המקומות הקדושים של העדה הדרוזית. פה קבור נבי סבלאן. הנביא סבלאן הוא אחד הנביאים שייסד את הדת שלנו. במאה ה-11 אחרי הספירה, כשנוסדה הדת במצרים, כל מי שרצה להצטרף לדת הזאת הצטרף, ואחרי 24 שנה נסגרו שערי הכניסה לדת הזאת, ונקבע אז שהדרוזי הוא רק מי שנולד לשני הורים דרוזים. אז לכן מי שלא הצטרף במשך 24 שנה ומי שלא נולד לשני הורים דרוזים, למעשה לא יכול להיות. אין שום אפשרות. יאללה, מחמוד. אצלנו הנשיקה היא השוויון הדתי החברתי בין בני האדם. לא חשוב איזה שייך או איזה דרגה בחירה בדת, אם ילד קטן מנשק את ידו, הוא מנשק את יד הילד בחזרה. כיף על חדרתך. שלום ליד, שלום הופעה. הדת הדרוזית היא דת מונותאיסטית, לא מיסיונרית, ביסודית. מקום התפילה של הדרוזים בערבית נקרא חילווה. חילווה זה מקום צדדי. הוא פורש מהמקום ההומה באנשים. והוא מתאחד בינו לבין בורא עולם. על מנת תיכנס לחוג של הדת, אתה צריך ללמוד דברים בתורת הנסתר, ולכן זה קשה. ולכן אחוז הדתיים הוא 15%, ולא כולם אפילו מבינים את הדת. צמל הדתי מורכב מחמישה צבעים: ירוק, אדום, צהוב, כחול ולבן. הירוק זה טבע, אדום זה אהבה, צהוב חיטה, כחול מים, ולבן זה טוהר. בישראל יש 120,000 דרוזים, כולל רמת הגולן. הקדושה היא למקום שבו נולדת. אין קדושה לגבולות. חלק מנביאי העדה הדרוזית קבורים במדינות אשר אין לישראל יחסים דיפלומטיים עימן, כגון סוריה ולבנון. אולם, מדינת ישראל פותחת את גבולה ומאפשרת מעבר של חכמי העדה הדרוזית כחלק מחופש הפולחן הדתי והבנת צורכי העדה הייחודיים. יש חופש פולחן מלא, אין שום הפרעה, להפך מעודדים,
ואפילו נתנו ימי חופש לדרוזים בעלייה לקבר נבי שועייב, בעלייה לקבר נבי סבלאן, ולכן חופש הפולחן הוא מוחלט ואין עליו עוררין. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالدرس وشكراً على الإصغاء.